السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أستاذة من العاشور، أبنائي وبناتي الطلبة والطالبات، أستاذة مادة الإحصاء الحيوي لكلية الطب وجراحة الفم والأسنان صرمان جامعة صبراتة. نبدو على بركة الله في المحاضرة الثالثة، وأول شيء حنبدو فيه اللي هي Lecture 3 مين جروب الداتا. حناخده، احنا خدينا المحاضرات السابقة كيف نجيبوا الوسط الحسابي لما تكون عندي بيانات مفردة. الآن كيف بناخده؟ بناخده لما نجيبه في جروب الداتا. شو معناها هذه؟ معناها في جدول تكراري بالشكلية هذه. لما خدينا المرة الماضية قلنا نجمع القيم، مجموع القيم على عددهم اللي هو x bar equal summation x over n. Example: The following table gives the frequency distribution of number of order registered each day during the past 50 days at office a meal order company. Calculate the mean. يبي نحسب للمين؟ للخمسين شخص. خلال 50 يوم للطلبات الأكل في موظفين في شركة. نجي طبعا أنا لما نجيب المين اللي هو الوسط الحسابي السوليوشن، أول شيء القانون هني بيتغير شوية عندي. كيف بيبدأ شكله؟ أول حاجة نمشي نجيبه مركز الفترة. مركز الفترة خدناه المحاضرة الماضية اللي هو بداية الفترة زائد نهاية الفترة على 2. يعني كيف ندير توا؟ عندي number of order هذه اللي هي عدد الطلبات، عندي من 10 إلى 12. الفرنسي لها أو التكرار لها هو 4. نمشي نجيب المركز لها. كيف نجيب المركز لها؟ البداية زائد النهاية على 2. كيف ندير 10 زائد 12 على 2؟ 22 مع 2 كم تعطيني؟ 11. نجي للفترة اللي بعدها، عندي 13 زائد 15 على 2 تعطيني 14. اللي بعدها 16 زائد 18 على 2 تعطيني 17. اللي بعدها 19 زائد 21 على 2 تعطيني 20. إذن هذا اللي تحصلت عليه الآن هو عبارة عليه مركز الفترات اللي هو أعطاها لي. نجو الآن للتكرار اللي عندي. الفترة الأولى كم تكرارها الأصلي اللي أعطاه لي في الجدول قاعد زي ما هو اللي هو 4. إذن نبدأ نضرب 4 ونضربها في 11. 4 ضرب 11، علاش؟ لأن القانون متاعي أنا محتاجة الإكس بار قانونه يساوي summation fx over n. حنجي الان هذه هي اللي هو summation of f اللي هو مجموع التكرارات. بعدين نجيب شن عندي تاني؟ عندي 12 نضربها في 14 تعطيني 168. اللي بعدها 20 ضرب 17 تساوي 340. اللي بعدها 14 ضرب 20 تعطيني 280. الآن نجيب مجموعهم هذوما كلهم اللي هم 44 زائد 168 زائد 340 زائد 280 سوري، تعطيني اللي هو التوتل الأخير أو السميشن ليهم اللي هو 832. كيف ندير؟ نعوض في القانون. شنو هو القانون؟ سميشن اف اكس اوفر سميشن اف أو إن عددهم عليه 50. شن طلع لي الإكس بار اللي هو 16.64. إن شاء الله يكون واضح هذا الفرق بينه وبين لما نأخذ أني كيف نجيب الوسط الحسابي اللي هو المين اللي هو قلنا اسمه مين، أو نقول لك أفرج أو أرتيميتك مين. كلها نفس المسميات. لما كانت عندي مفردة كنا ناخذ ونجمعوهم على عددهم. الآن اليوم اللي خديناه أو بداية هذه المحاضرة الثالثة إن إحنا لما نتعرض في جدول زي توا، والجدول هذا تكراري ذات فترات، في هذه الحالة ما نتعاملش يعني مع الفترة، لا نمشي نجيب المركز لهذه الفترات ونضربها في التكرار المقابل. كل واحدة نضربها مركزها في التكرار المقابل لها، وبعدين نمشي نجيب المجموع متاعهم وكلهم على مجموع التكرارات. إن شاء الله يكون واضح أبنائي الطلبة. ننتقلوا للي بعده. بنجولي خواص الوسط الحسابي. الخواص هذه بصراحة نشوفها مهمة، لازم الطالب يكون على دراية ويعرف كيف يتعامل معها. نجولي الخاصية الأولى Property 1. خب نشوفوا شنو كاتب لي الكلام هذا. If x bar is the arithmetic mean of n observation x1 x2 2xn
then summation xi minus x bar تساوي 0. شنو الكلام اللي مكتوب هنا؟ قال لي إذا كان أنا جبت الوسط الحسابي لمجموعة هي متكونة من x1 x2 إلى حد xn عددهم n، ديما نشوف للعدد الأخير، فإن مجموع انحرافات القيم عن وسطها الحسابي يساوي 0. هذه خاصية مهمة نعودوها تاني، ديما مجموع انحرافات القيم، ركزوا عليه القانون لأنه بعدين بنبدو ناخده في الانحراف وفي التباين، فبناخده الموضوع هذا، مجموع انحرافات القيم عن وسطها الحسابي يساوي 0. شو معنى هذا؟ شوف الخاصية اللي فوق، عندي x1 لما ناخد x1 نقص الوسط الحسابي زايد x2 ناقص الوسط الحسابي زايد x3 ناقص الوسط الحسابي متاعهم كلهم لحد ما نكمل نجي للأخيرة زايد xn ناقص الوسط الحسابي، لما نجمعهم كلهم لازم يكون مجموعهم يساوي 0. لو ما طلعش يساوي 0 معنا في مشكلة في الحل متاعي. تمام، نجولي الخاصية رقم 2. رقم 2 شن قال لي؟ قال لي the mean of n observations x1 x2 2xn is x bar. قال لك إذا كان أنا الوسط الحساب اللي هضمه كلهم اللي تحصلت عليه اسمه x bar. شن معناها؟ قال لك if each observation is increased or decreased by A، معناتها يكون تزايدي increased تزايدي ولا تناقصي بواسطة A، دي من mean of the new observation، فإن الوسط الحسابي الجديد بيكون نفس الأصلي كان تزايدي زايد A وكان تناقصي ناقص A. معنى لما يكون عندي، نعاود تاني، كان عندي هنا مجموعة من القيم ومشيت جبت لها الوسط الحسابي اللي هو X bar، هذا الوسط الحسابي الأصلي، سواء زادت هذه القيم أو نقصت بمقدار هذا المقدار اسمه A، قال لك هنا هو أتكلم عليه إنه هو A، فإن حتى الوسط الحسابي دندمين of the new، فإن الوسط الحسابي الجديد اللي بنتحصل عليه بيكون X bar زايد A سواء في حالة التزايد ولا ناقص A في حالة التناقص. نجولي الخاصية اللي بعدها اللي هي رقم 3. قال لي دمين إن نفس الكلام، إذا كان الوسط الحسابي للقيم من X1 إلى XN في كل مرة وضربناه observation is اللي تحصلنا عليه لهذه القيم اللي هي X1 X2 إلى حد XN وضربناه في multiplied or divided by، وضربناه طبعا تضرب عادي في أي عدد، لكن divided by قسمناه من zero number في عدد ما هوش الصفر، ضربنا أو قسمنا على عدد وهذا العدد اسمه A وبشرط ما يساويش الصفر، دين دمين، فإن الوسط الحسابي الجديد حيساوي A على الإكس بار، سوري A ضرب X بار. يعني أنا شنو الخاصية دي نستفيد منها؟ مرات نقول نبو 3 X بار، 3 في الوسط الحسابي، فأنا نسجل نجيب الوسط الحسابي للقيم الأصلية قبل أن نضربهم في 3 أو أي عدد تاني، تمام، سواء هذا العدد موجب وإلا سالب، وبعدين نضرب الناتج كله في رقم 3 اللي كنا نقول عليه. نمشي لبعدها، طبعا هيك نكون تمينا الوسط الحسابي سواء في بيانات مبوبة أو بيانات مفردة. جينا لحاجة جديدة هي نفسها على الوسط الحسابي، لكن الآن الوسط الحسابي خير هذا وتدمين الوسط الحسابي، يقولوا للموزون ويقولوا للمرجح خير هذا. شنو يفرق على الأول؟ if we have n observations، إذا كان عنده عدد x1 x2 إلى حد xn هذا عددهم كلهم، إذا كان الوزن متاعهم طبعا x1 وزنها و w1 x2 وزنها x w2 xn وزنها wn، then the weighted mean معناتها المتوسط الحسابي للأوزان متاعهم يقول له x فوق منها زي داش زي تو، أو نكتبه فيه بهالكيفية هذه x bar وجنبه w باش نميزوه على الوسط الحسابي العادي اللي خديناه المرة الماضية. is defined to be يكون معرف بالشكلية هذه. شنو هو هذا القانون؟ هو summation، القانون اللي قدامي summation wi xi والi من واحد لن، لأن هو القيم عطيه من واحد لن، لو أنا عندي من خمسة قيم حنقول من واحد إلى وين؟ إلى خمس، على summation wi.
ناخذ الان مثال على الكلام هذا. قال لي اكزامبل فايند ذا ويت مين، قال لي احسبي الوزن سوري الوسط الحسابي الموزون فور ذا داتا للبيانات ان ذا فولون تيبل في الجدول الاتي. اعطيني العلامات اللي هي سكور اكس اي الاول، اعطيني 22 30 40 28 20، نمبر اوف اورز اللي هي عدد الساعات اللي هو دبليو اي 1 3 2 1 اند 2. اول حاجه نمشي نديرها ناخذ نضرب القيم مع بعضهم، كل واحده نضربها في المناظره لها. كيف نجي نضرب 22 ضرب 1 النتيجه حتكون 22، 30 ضرب 3 النتيجه حتكون 90، 40 ضرب 2 حتكون 80، 28 ضرب 1 هي ب 28، 20 ضرب 2 حتكون كم؟ 40. وما ننسوش نجيبوا مجموع ال WI، يعني نجمع مع بعض الواحد والثلاثة واثنين والواحد واثنين حيكون المجموع هو 9. ونجي أيضا نجمع ال WI XI اللي هي 22 و90 و80 و28 و40 حيكون المجموع عندي 260. الآن نجي نعوض في القانون X بار W شن تساوي؟ summation wi xi على شنو؟ summation wi بكم المجموع هنا جبناه؟ جبناه 260 على كم مجموع wi تاخذنا من هنا اللي هو 9، لما نقسمهم كم يطلعوا؟ 28.89. تمام، ان شاء الله تكونوا فهمتوه. ننتقلوا للي بعده. عندي ايضا مثال ثاني عليه، example 2 groups عندي مجموعتين من الطلبة في امتحان لهم تحصلوا عليه. المجموعة الأولى first group has 20 student فيها 20 طالب، ركزوا هنا معناتها هذه ان واحد with scoring equal ودرجاتهم قداش كانت؟ 65، معنى هذه اكس واحد بار. ده سكند جروب، المجموعة الثانية اللي هي قداش فيها 30 students اللي هي فيها 30 طالب with score mean equal والدرجة اللي هم المتوسط ليهم، اهي شوفوا مش الدرجة بروح حرة score mean او معدل الدرجات ليهم كان قداش؟ 55. شن طالب مني؟ find the grand mean، يبي اللي هو الوسط الحسابي ليهم لهالدرجات هذه اللي هو تحصل على. يعني قداش عندي مجموعة؟ عندي مجموعتين، هي الأولى المجموعة الأولى كم رقمها؟ قال لي 20، والمجموعة الثانية قداش؟ قال لي 30 طالب. الوسط الحسابي للمجموعة الأولى كم؟ كان 65. الوسط الحسابي للمجموعة الثانية كم كان؟ 55. نجي نكتب القانون أمام، إكس بار شو تساوي؟ إن واحد إكس واحد بار زائد إن اثنين إكس اثنين بار على إن واحد زائد إن اثنين، يعني هذا البيانات للجروب الأول وهذا للجروب الثاني على مجموع الجروبين. الجروب الاول عندي 20 والثاني كم؟ قال لي 30. حنجي نعوض كل واحده نضربها عدد الطلبه هذه في الوسط الحسابي ليهم، يعني 20 في ال 65 تمت الجروب الاول زائد نبدا الجروب الثاني كم العدد؟ اعطيني 30 ضارب الوسط الحسابي كم؟ 55 على يلا الجروب الاول كم؟ قال لي عدده 20 والجروب الثاني 30. الان نستعمل الكالكوليتر ويطلع الناتج معي 59. طبعا هذه السؤال هذا نقدر نديره حتى لثلاثة جروبات أربعة بالكيفية هذه، القانون نزيد نكمل عليه. يعني احنا وصلنا هنا القانون ان واحد اكس واحد بار زائد ان اثنين اكس اثنين بار على ان واحد زائد ان اثنين، نسجمه حتى نستمروا اذا كان عندي اكثر من مجموعة. لو عندي اربعة زائد ان ثلاثة اكس ثلاثة بار زائد اكس اربعة سوري ان اربعة اكس اربعة بار على لوط المجموعة بيتغير، يبدأ ان واحد زائد ان اثنين زائد ان ثلاثة زائد ان اربعة. ان شاء الله يكون واضح عندكم. نجولي بعدها لحاجة جميلة جدا وبسيطة وان شاء الله تفهموها معي اللي هي ميديان. شو معناها الميديان؟ بنجوب شوي للجروب داتا اللي هو الوسيط. طب احنا اخذت وشوفوا بشويه بشويه المحاضره اليوم اخذنا فيها الوسط الحسابي للجروب الداتا واخذنا الوسط الحسابي الموزون او المرجح، تو بناخذوا حاجه جديده اللي هي الميديان اللي هو الجروب الداتا. شو معناها هذه؟ معناها الوسيط لما يجيني نفس الكلام في جدول تكراري، الوسيط لما يجيني في شنو؟ في جدول تكراري.
هنا عندي خطوات، ما احنا خدينا لما بيانات مفردة نقوم بترتيبها تصاعديا او تنازليا، وبعدين نجي ندور رتبة الوسيط اذا كان عددها فردي واذا كان عددها زوجي. لكن الان بناخذها في الجروب الداتا كيف نجيبه. عندي خطوات ستيب 1 قال لي construct document for Guernsey description، قال لي بري كوني لي جدول او اوجدي لي جدول تكرار متجمع صعد. اذا اول حاجة مش ناخذها من الجدول الاصلي، لا نمشي نجيب جدول تكرار متجمع صاعد وناخذ هذه الخطوة الاولى. step 2 decide the class that continue the median. class median is the first class with the value of cumulative for Guernsey equal at last sorry list in over 2. اوكي قال لي بري، يعني احنا لما الخطوة الاولى هي مشينا جبنا التكرار المتجمع الصاعد. الخطوة الثانية قال لي قرري وينها الفترة اللي تحتوي لك على الوسيط باش انا ناخذ منها البيانات. وش نسمها؟ نسمها class median. شو معناها؟ الفترة الوسطية. باهي كيف نجيبوها هذه؟ ناخذ مجموعة تكرارات على 2 ونبدا نبحث، هي ان على 2 هو مجموعة تكرارات على 2 ونبدا نبحث عليه العدد هذا في الفترة، والفترة اللي نلقى فيها العدد هذا نسموها class median. وش معناها؟ اللي هي اللي تحت الفترة الوسطية.